يخوض الفريق الكروي الأول بنادي المصر البورسعيدي مباراة قوية أمام ضيف بتروجيت العاشرة مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز. يحتل المصر البورسعيدي المركز الرابع برصيد 54 نقطة، بينما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 42 نقطة. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المصر البورسعيدي بهدفين لهدف.